جواك الله سيد. هاي يمكن شخص أو أحد من السادة المشاهدين ما شايف والدك أو ما يعرف عنه، سالف لنا شوية عن السيد الوالد. أبو الأكبر راح أسولف لك موقفين، موقفه هو عدل وموقفه بعد وفاته. الموقف هو عدل، كنا احنا صغار، كان راتب الموظف 3000 دينار، أبوي كان راتبه 3000 دينار، كان كل الطحين بلف زمن الحصار. أبوي يرجع من الدوام ما يقبل احنا، يعني احنا صغار وبالمدرسة أنا وأخوي سيد علي يعني أكبر أخوتنا، فأبوي يطلع يصير فلاح أو يصير سمك أو كذا في سبيل ما يخلينا بعازه. فمرة المرات والدتي اشترت لنا عربانة، عربانة ما تدفع، نشتغل بيها، نشتغل بيها بالكمية الغذائية، شايف نعم توزع نعم الكمية، كانت الكروة 25 دينار هيك اتذكر. فأبوي ما كان موجود، كان يفاد ببغداد، رجع قالها وين الولد؟ قالت له يشتغلون. فلقيت واقف ورأس الشارع، جواك الله سيد. فلقيته واقف على الشارع ومتخاصم، قال انا عدل وانت بتشتغلون. الله يساعدك.